السلام عليكم، نشوف مع بعض دالة فور ازاي نقدر نستخدمها في عمل اللوب، ولكن مثلا الأمر يتكرر عدد من المرات. فأقول مثلا فور اكس ان رينج، هنكمل كده مثلا، ممكن نخليها مثلا من زيرو لخمسين مثلا، تمام. طيب وأديله نقطتين وأقول له برنت بين قوسين، هبدأ اديله بقى الحاجة اللي انا عايزها. ممكن اديله نص تكست، يكتب لي تكست وليكن مثلا number is، تمام. وبعد كده ممكن اروح حاطط العلامة ديت وراح حاطط له المتغير، وليكن مثلا المتغير مثلا ب اللي هو اكس دوت اهو، تمام. واقول له run، بدأ ياخد ال number is 0، number is 1، number is 2، لحد ما وصل لحد 49، تمام. طيب خلينا نكتبها بشكل اخر، هقول له فور letter ان، وهبدا بديله بقى جمله نصيه وليكن مثلا بيم اريبيا، واروح مديله نقطتين واقول له انتر، وبعد كده هقول له برنت اكس برنت letter واقول له رام. ممكن حتى اخليها بين قوسين مثلا واقول له بقى ايه جملة string، وبعد كده اديله فاصلتين جملة، اقول له مثلا ايه letter s اللي بين علامات التنصيص هي دي جملة ثابتة. run ابدا بقى اشوف واحد letter is b i m a r a b i a وهكذا.